محافظ صلاح الدين يدعو في مؤتمر الطفولة لمنع الاعتبار بعواقب الفكر المتطرف واستهداف عقول الأبرياء. محافظ صلاح الدين يقرر تشكيل المجلس الأعلى للإعمار ويطالب بتسريع إنجاز معاملة المواطنين بمكتب تصديقات الوثائق بتكريت. عملية أمنية واسعة في صلاح الدين لملاحقة بقايا داعش وتأمين حدودها وتنفيذ أوامر القبض بحق المطلوبين. الكاظمي في السعودية لبحث شراكة في الشرق الجديد، وتكامل الأمني والاقتصادي ومفوضية الانتخابات تستعد للمبكرة في تشرين الأول. أهلا بكم إلى تفاصيل نشرتنا. طلب محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل إعطاء اهتمام استثنائي وإطلاق مشاريع ومبادرات ترفض الفكر المتطرف وتعمق روح المواطنة وبناء الدولة. وقال المحافظ خلال رعايته لمؤتمر أطفالنا مسؤولية وطن ومستقبل أمة الذي عقد في تكريت أن التطرف لا يخص جهة بذاتها كونه ناتج عن تحولات وصراعات في المجتمع، داعيا إلى صياغة أفكار جديدة تضمن بناء الأجيال على ما هو صحيح بعيدا عن الأفكار المتشددة. وأكد أن صلاح الدين كانت من أكثر المحافظات تضررا بأفكار الإرهاب التي أدت لمقتل الكثير من الأبرياء وتدمير البنى التحتية، ما يتحتم علينا وضع خطة تبدأ من الأسرة والمؤسسات التربوية والأمنية لخلق مجتمع آمن يرفض التعصب والغلو. وأمر المحافظ إنشاء قصر ثقافة الطفل لاحتضان هذا الجيل وإعدادهم ليكونوا مرتكزا في بناء الوطن. وقال محافظ صلاح الدين خلال كلمة في المؤتمر أننا شهدنا بعد عام 2003 أشياء أخرى غير الحروب، وهي حرب الفكر الذي يهدم الدولة والمجتمع الذي أدى إلى قتل آلاف الأبرياء وتدمير البنى التحتية. الأحداث التي تجري في الدول أو الحروب تكون صراعات مادية، يعني هنالك عدو وهنالك معركة، فتكون القضية محسوسة. لكن نحن في بعد عام 2003 شهدنا أشياء أخرى من الحروب، وهي الحروب التي تنتقل ولا يستطيع أي حاجز أن يمنعها، وهي حروب الفكر. وهذا الفكر لمسنا لمس اليد كيف ممكن أن يكون هدام للدولة والمجتمع عندما يكون لهذا الفكر قدرة على قتل عشرات الآلاف من الأبرياء وتدمير مئات الآلاف من المنازل والبنى التحتية. هذا الفكر البسيط الذي ينتقل عبر تواصل أيضا بسيط ومتاح للجميع، فلذلك يجب أن نرى حلولا لهذا الفكر المتطرف. وأكد المحافظ أن التطرف لا يمكن أن يتم حصره بقومية أو مذهب أو طائفة كونه ناتج عن تحولات في المجتمع تؤدي إلى صياغة أفكار جديدة تلحق الكوارث والدمار بالمجتمع، لهذا لابد من أن يكون هناك احتضان ومشروع لتربية الأجيال على ما هو صحيح. التطرف لا يمكن أن يحصر لا بعقيدة ولا بمذهب ولا بقومية. هو أي تطرف هو ناتج عن تحولات في المجتمع، هذه التحولات تؤدي إلى صياغة أفكار جديدة، هذه الأفكار الجديدة إذا كانت تحت مسمى التطرف تتحول إلى دمار
وإلى كوارث وإلى تفكك المجتمع. عندما نريد أن نتكلم عن بناء العراق يجب أن يكون هنالك احتضان وأن يكون هنالك مشروع لتربية الأجيال على ما هو صحيح. لذلك يجب علينا أن نذهب باتجاه أن نحاول إخماد كل ما يبعث على النزاع والفرقة. فعندما تعكس سياسة الدولة تعكس العدل والإنصاف والمساواة وعدم التمييز، ينعكس ذلك إيجاباً على تفاعل الشباب مع هذا الموضوع. عندما نستطيع من تمكين الشباب من فرص عمل، ذلك يؤدي إلى انخفاض في التطرف. وشدد محافظ صلاح الدين على أن المستقبل مرهون بالأشخاص الذين يعملون على حماية المجتمع، وتجارب تؤكد أن التطرف والتعصب لم ينجح في أي دولة بالعالم. عندما يكون المستقبل مرهون بناس مخلصين، بناس يبحثون عن بناء المجتمع، وأن كل شخص أو كل فرد يتحمل مسؤوليته ابتداء من العائلة، الأب والأم، إلى المربي، إلى القوى الأمنية، إلى المسؤول في المنطقة، التعامل على أساس أننا نبعث روح الوسطية في المجتمع، وأن نبتعد عن كل ما هو مثار للتطرف. ليس هنالك تجربة لتطرف ناجح في كل دولة من دول العالم، ليس هنالك تجربة للعنصرية ناجحة في أي دولة من دول العالم. الشيء الوحيد الذي ينجح هو التعايش، وإن كنت تقتنع بفكر معتدل فأنت قادر على أن تبث روح المساهمة والبناء داخل المجتمع، وبذلك المجتمع يصلح بالكامل. صلاح الدين عانت من نفس الموضوع كثيرا، وهنالك ترسبات وآثار كبيرة لهذا الموضوع بالمجتمع الآن، نعمل على أن يكون خالي منها في المستقبل إن شاء الله. وقال المحافظ في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر الطفولة أنه تماشيا مع توصية العامة وما مرت به البلاد من أحداث سابقة ومنها صلاح الدين، أطلقنا هذه المبادرة للحفاظ على الأمن والاستقرار من خلال برنامج يرعى الأطفال ويبنيهم بشكل صحيح. تماشيا مع التوجهات العامة وما يمر به البلد من أحداث سابقة مرت في محافظة صلاح الدين وغيرها من المحافظات نتيجة التطرف الموجود، اليوم نطلق مبادرة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة من خلال برامج توعوية للأطفال وبناء الطفل بشكل صحيح. لذلك هذا البرنامج سيكون ضمن كل المؤسسات في محافظة صلاح الدين. كل يسعى من أجل أن تكون هنالك عودة النازحين التي هي جزء من هذا الموضوع، التداخل المجتمعي السابق وبناء النسيج العشائري والمجتمعي بشكل أفضل من ما هو عليه. الرسالة هو أنه تكريد يوما بعد يوم، عام بعد عام، ستكون أفضل إن شاء الله. وأكد قائد عمليات صلاح الدين أن مؤتمر الطفولة سيسهم في تحقيق مستقبل آمن في المحافظة، كونهم المستقبل الواعد لبناء المجتمع، مطمئنا الأهالي باستتباب الأمن في عموم محافظة صلاح الدين. هذا المؤتمر الأول تحت رعاية السيد محافظ صلاح الدين نحو مستقبل آمن في صلاح الدين، إن شاء الله دائما يكون الوضع الأمني جيد جدا وفي هذه المحافظة العزيزة الكريمة، وقيادة كل الأجهزة الأمنية حقيقة منتشرة في قاطع العمليات لكي تؤمن القاطع. الأطفال حقيقة هم مستقبل العراق الواعد ومستقبل بشكل خاص مستقبل صلاح الدين، وهذا هو مؤتمر حقيقة جيد جدا.
وكل الدراسات اللي ألقيت من قبل الأخوة الأساتذة كانت جيدة جدا، ونتمنى إن شاء الله المؤتمرات يعني تتلاحق خلف هذا المؤتمر. وأبدى النشط المدني ياسين فرج ياسين دعمه لمبادرة محافظ صلاح الدين بإنشاء قصر ثقافة الطفل، داعيا إلى عمل أكثر في المجال المجتمعي وزي المجال الأمني والاقتصادي. وأفرحني أكثر عرض السيد المحافظ لهذه المبادرة قصر ثقافة الطفل أو مشروع قصر ثقافة الطفل، هذا ما كنت أتمناه وكنت أحلم به دائما وأراه مناسبا ليكون الاهتمام بالطفل عمليا وليكون الاهتمام بالطفل مدروس ويعطينا نتائج إن شاء الله مستقبلية. إحنا نحتاج إلى عمل عملي، إلى شيء عملي في المجال المجتمعي الذي يوازي المجال الأمني والمجال الاقتصادي، محاربة يعني الاهتمام بالثقافة والفكر المرأة والطفل وكل الأمور الأخرى هي يجب أن تكون متوازية مع العمل الأمني ليكون المجتمع مستقرا. وأشاد الباحث من كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين كرار نوري حميد بنتائج المؤتمر وبشعاره الاستراتيجي الذي يحقق الأمن في المجتمع من خلال تقديم مبادرات تدعم بناء المجتمع. مؤتمر ناجح بمبادرته بشعاره، شعار استراتيجي ناجح هو في مستقبل لأمن المحافظة، وأيضا مبادرة رائعة جدا هي مبادرة أولى اللي هي الاهتمام بالطفل. من خلال بحثنا أنه حاولنا نضع عدة استراتيجيات وآليات تساهم أو تعاون أو توصي بضوابط معينة من أجل إنجاح مبادرات أو المبادرة حول مسؤولية الأطفال أو رؤية للمجتمع من خلال الطفل. مبادرة محافظة صلاح الدين مبادرة رائعة جدا، هذه المبادرة تساهم بتعزيز البحث العلمي أولا وبتعزيز واقع المحافظة بشكل ثاني. وباركت الناشطة المدنية رؤى الحيل للمبادرة التي أطلقها محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل كونها تظهر دور المرأة والطفل في بناء المجتمع لأنهما الركيزة الأساسية فيه. من المبادرة اللي أطلقها السيد محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر، نحن كناشطين مجتمع مدني ومنظمات التي تدعم المرأة كانت المبادرة إلينا دائما نحب أنه نبرز دور المرأة ودور الطفولة بالهذه. هاي المبادرة اللي نوع من أو نوعها بصلاح الدين كانت كلش جميلة وحلوة ولها تأثير علينا خاصة معنويات الطفل. دائما نتمنى أن صلاح الدين تزدهر ويكون لها مستقبل واعي تهتم بالمرأة وبالطفل لأنهم يعتبرون ركيزة المجتمع. قرر المحافظ تأسيس مجلس إعمار محافظة صلاح الدين وذلك للإسهام في رسم سياسات الإعمار ووضع الخطط الاستراتيجية وتحديد أولوياتها. وأشار المحافظ إلى أن الغاية من تشكيل المجلس تقديم الاستشارة والمقترحات للحكومة المحلية لتنظيم جهود الإعمار وفق خطط استراتيجية مدروسة تحقق التنمية ضمن الموارد المتاحة في المحافظة وتقديم الدراسات والبحوث التخصصية المطلوبة لتطوير الواقع العمراني والخدمي وتعظيم الموارد وتحديد الأولويات للمشاريع التنموية. شدد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جابر خليل على أهمية اختصار الجهد واختزال التوقيتات لتسريع إنجاز معاملات أبناء المحافظة في مكتب تصديقات تكريت التابع لوزارة الخارجية. وأكد المحافظ خلال استقباله معاون رئيس الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية العراقية برفقة مدير مكتب تصديقات تكريت ضرورة ديمومة التواصل بين المؤسسات ذات التماس المباشر مع المواطنين. هذا ووجه المحافظ إلى إنشاء مبنى خاص لدائرة تصديقات تكريت بما يتناسب وعملها الحيوي وتطوير الأداء فيها. لبى محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل مطالب الوفد العشائري من منطقة الهنشي التابعة لقضاء بيجي، ووافق المحافظ على تنفيذ مباشر لمشروع الماء وتجهيز محولات وأسلاك كهربائية، إضافة لتأهيل المركز الصحي وتعبيد وإكساء طريق المنطقة. وأكد أن هناك خططا موضوعة ومدروسة للنهوض بالواقع العمراني والخدمي في عموم مناطق المحافظة بانتظار توفير التخصيصات المالية بعد إقرار الموازنة الاتحادية.
أعلنت قيادة العمليات المشتركة أن القوات المسلحة والجهد الهندسي وصقور الجو نفذوا عملية أمنية واسعة في جزيرة البدور في صلاح الدين، حيث قاموا من خلالها بتدمير معاقل فلول داعش المنهزم. وأضاف البيان أن العملية الكبيرة أسفرت عن تدمير مضافة والعثور على أخرى مع موضع للرصد، كما دمر طيران جيش زورق كان يقل إرهابيين. وأشار البيان إلى أن القوات العسكرية قامت أيضا بتطهير وتأمين مساحة كيلومتر من المنطقة. شرعت مفارز مديرية شرطة صلاح الدين بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة بحق مطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة. وبينت وزارة الداخلية في بيان لها أن الحملة أسفرت عن القبض على 10 متهمين بمواد قانونية مختلفة، بينهم متهم وفق المادة 4 إرهاب في عموم أقضية المحافظة، فيما تمكنت المفارز بحسب البيان أثناء التفتيش من العثور على 10 قنابر هاون و150 مسطرة تفجير في منطقة الشيحة تم رفعها وتفجيرها من قبل خبير المتفجرات دون حادث يذكر. يبحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته السعودية مع قادة المملكة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية بما يعود بالخير على الشعبين. وكان الكاظمي قد كتب تغريدة قبل توجهه للسعودية أشار فيها إلى أن زيارته تهدف لتوطيد العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وإرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرس قيم البناء والتكامل انطلاقا من المشتركات التي تجمعنا. ويرى مراقبون أن هذه الزيارة ستكون بداية لصنع شرق جديد يضمن تحقيق الاستقرار وال الازدهار فيها ضمن منظومة متكاملة بين دول المنطقة. أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 10 من تشرين الأول المقبل. المتحدثة باسم المفوضية جمان الغلاي أعلن تسجيل 222 فردا مرشحة للانتخابات، وإن عدد التحالفات السياسية بلغ 30 تحالفا تمت المصادقة عليها وقيد التأسيس 10. وأشارت الغلاي إلى أن عدد الأحزاب المسجلة 250 حزبا وقيد التأسيس 64. هذا وأعلنت مفوضية الانتخابات تمديد مهلة التسجيل البيومتري إلى منتصف نيسان المقبل لضمان أكبر عملية مشاركة ممكنة بالانتخابات. وافقت الولايات المتحدة على تمديد إعفاء العراق من العقوبات على إيران في استيراده للطاقة لمدة 4 أشهر بحسب ما ذكره مسؤول عراقي. ويعد هذا الإعفاء الأول الذي يعطى في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ولأطول مدة يسمح بها القانون، ويأتي قبل أيام من حوار استراتيجي بين البلدين من المقرر أن يجري في 7 نيسان. أكدت منظمة الصحة العالمية إدراج جميع لقاحات المضادة لفيروس كورونا واعتماد 4، منها لقاح أسترازينيكا الذي وصل إلى العراق بجرعات كافية. وقال ممثل المنظمة في العراق أحمد زويتن أن لقاح أسترازينيكا آمن وفعال ويقي 76% من أي إصابة و100% من الإصابة الحادة والوفيات، مؤكدا أن هذا اللقاح تم دراسته من جميع الجوانب داخل المنظمة العالمية عن طريق خبراء دوليين وأثبت فعاليته وأمانه ولم يتبين وجود أي أعراض جانبية له. وأفادت وزارة الصحة بأن المواطن الذي سيأخذ الجرعتين من لقاح كورونا سيمنح رقما يدرج ضمن معلوماته الإلكترونية ويكون عالميا وبمثابة جواز سفر صحي.
النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. نيجر فان بارزاني يؤكد أن ماكرون أكد مواصلة دعم فرنسا للعراق والإقليم سياسيا واقتصاديا. وبرلمان كردستان يقرر حرمان رئيس كتلة حراك الجيل الجديد من المشاركة بالجلسات القادمة. وبعد 30 عاما وزارة الدفاع تتسلم رفات مقاتل عراقي من الجانب الكويتي. السيسي يحذر من المساس بحق مصر في مياه النيل ويقول أنها خط أحمر. مجلس الشركاء يرحب بإعلان المبادئ بين الحكومة والحركة الشعبية الشمال. رئيس وزراء سلوفاكيا يستقيل من منصبه إثر انتقادات لإدارته الأزمة الصحية. وفي مشهد نادر أنثى دب تقوم بنقل 4 من صغرها وسط إعجاب كثير من المتوقفين على الطريق. أهلا بكم من جديد. أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجر فان بارزاني أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد مواصلة دعم بلاده للعراق وإقليم كردستان على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وأضاف بارزاني في مؤتمر صحفي عقده بباريس أن الرئيس الفرنسي أكد على أنه سيقوم بكل المحاولات من أجل استقرار العراق، وأن فرنسا مستعدة لدعم العراق في إطار التحالف الدولي بحربه ضد الإرهاب. وأشاد بارزاني بالدور الذي أداه الرئيس الفرنسي في التخفيف من التداعيات التي تلت استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم، قائلا بعد الأحداث التي وقعت في إقليم كردستان والعراق عام 2017 كان لماكرون دور أساسي في معالجة المشاكل، ولولا دوره لكانت الأمور تتعقد أكثر وبالأخص بشأن الخلافات بين بغداد وأربيل. قررت هيئة رئاسة برلمان إقليم كردستان حرمان رئيس كتلة حراك الجيل الجديد من المشاركة في الجلسات المقبلة جراء ما أقدم عليه من تصرف في جلسة الأربعاء. وقالت رئيسة البرلمان رواس فائق خلال الجلسة أنه مقابل التصرف غير المحترم وغير اللائق الذي أقدم عليه البرلماني كاظم فاروق داخل الحرم البرلماني، تقرر حرمانه من المشاركة بالجلسات المقبلة إلى أن يقدم اعتذارا رسميا للبرلمان. وكان فاروق قد قام برفع حذائيه في وقت سابق أمام أعضاء هيئة رئاسة البرلمان. تسلمت وزارة الدفاع من الجانب الكويتي رفات الشهيد نائب ضابط ضفادع بشرية وصفي نصر موسى، ويأتي ذلك في إطار عمل اللجنة الفنية الفرعية في مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع والمكلفة بالبحث عن رفات المفقودين في حرب الخليج الثانية التي جرت في تسعينيات القرن الماضي. وجرت مراسيم تشييع في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية ومدير حقوق الإنسان في وزارة الدفاع وحضور مدير قسم من الأسرى والمفقودين وعدد من ضباط ومنتسبي الوزارة. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أحدا لا يستطيع المساس بحق مصر في مياه النيل، محذرا من أن المساس بها خط أحمر وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها. وأضاف السيسي في تصريحاته على هامش زيارته لقناة السويس: لا أحد يستطيع يأخذ قطرة ماء من مياه مصر، وما يريد أن يحاول فليحاول، وستكون هناك حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بكاملها، ولا أحد بعيد عن قوتنا. وأشار السيسي لأنه لا يهدد أحدا بتصريحاته، مؤكدا أن العمل العدائي أمر قبيح وله تأثيرات طويلة لا تنساها الشعوب. وقال أن التفاوض هو الخيار الذي بدأته مصر، وأنها في مسألة التفاوض بخصوص أزمة سد النهضة، وتأمل في التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يحقق الكسب للجميع. فيما يخص الموضوع اللي احنا
بنتكلم فيه اللي هو موضوع المية واللي هو موضوع اللي شغلني وشغلكم كلكم. انا بس عايز اقول ان موضوع التفاوض ده يعني ده خيارنا اللي احنا بدأنا بيه. وعايز اقول لكم ان يعني هقفز كده على 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 حاجة عمري ما كلمت فيها. العمل العدائي قبيح وليه تأثيرات كبيرة جدا تمتد لسنوات طويلة، لان الشعوب ما بتنساش ده. فاحنا بس عشان يبقى دايما حتى واحنا كاعلاميين بنتكلم على ان المعركة بتاعتنا معركة تفاوض. وكل يوم الرأي العام العالمي، كل يوم الكبار المسؤولين في دول العالم بترى واحنا بنكسب ارض بان احنا جادين في ان احنا نتفاوض بشكل يحقق الكسب للجميع، يعني ما يبقاش في حد يستأثر بحاجة. وكل اللي بنطلبه امر لا يخرج عن القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في التعامل مع هذه الموضوعات اللي هي المياه العابرة للحدود. رحب مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية، واعتبره خطوة إيجابية في اتجاه المرحلة الثانية من السلام التي وضعت إطارا مهما لاستكمال السلام. وقالت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية الناطق الرسمي باسم مجلس شركاء الفترة الانتقالية في تصريح صحفي عقب اجتماع المجلس برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية أكد على أهمية الاستفادة من الدروس المستخلصة من اتفاق جوبا لسلام السودان، لافتة إلى أن بعض الأعضاء أبدوا ملاحظات ستسهم في تطور الاتفاق بما يجعل السلام شاملا. وأكد المجلس ضرورة الإسراع في تكوين لجان وآليات التفاوض. وأضافت الصادق أن مجلس الشركاء تلقى تقريرا حول المبادرة المقترحة من دولة الإمارات العربية المتحدة حول الحدود مع إثيوبيا. تناول اجتماع المجلس بالنقاش المستفيض جند واحد، وهو توقيع اتفاق إعلان المبادئ الذي تم بالأمس في عاصمة دولة جنوب السودان الشقيقة جوبا بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان. رحب الجميع بالخطوة الإيجابية في اتجاه المرحلة الثانية من السلام، والتي وضعت إطاراً مهماً لإكمال السلام، وأشاروا إلى أهمية الاستفادة من الدروس المستفادة من عملية سلام جوبا، كما أبدى البعض ملاحظات تفيد تطوير الاتفاق بما يجعل السلام شاملاً. وأكد الجميع على ضرورة الإسراع في تكوين لجان وآليات التفاوض. استقال رئيس وزراء سلوفاكيا إيغور ماتوفيتش من منصبه على خلفية انتقادات لاذعة لقراره شراء لقاحات روسية ولإدارته الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد 19. واختارت الرئيسة سوزانا تشابوتوفا وزير المال إدوارد هيغير للحلول مكانه في مراسم بسيطة تمت في العاصمة براتيسلافا. وخلال أزمة الوباء واجه ماتوفيتش انتقادات لاذعة، واتهمه معارضون بافتقاده لمهارات التواصل وارتكابه أخطاء سياسية. وأثار قراره شراء لقاح سبوتنيك الروسي انقساما واسعا، مع وصف وزير الخارجية السابق إيفان كوروك اللقاح بمثابة أداة حرب هجينة. ووصل ماتوفيتش إلى الحكم واستلم منصبه في 21 من مارس 2020 حين بدأ الوباء ينتشر في أوروبا. بعد ثلاث محاولات فاشلة تحطم النموذج الجديد لصاروخ ستارشيب من سبيس إكس مجددا خلال رحلة تجريبية. وكتب مؤسس الشركة إيلون ماسك عبر تويتر: حصل أمر هام خلال الهبوط، وعلينا معرفة ما حصل حالما سنتمكن من فحص الحطام في النهار. وأضاف مازحا: على الأقل فوهات الارتطام في مكانها الصحيح. وكان صاروخ SN-11 انطلق من جنوب تكساس قرابة الساعة الثالثة عشر بتوقيت
بتوقيت غرينتش، وبدأ عملية الصعود لعشر كيلومترات والتي واجه خلالها مشكلة في الإرسال عبر الفيديو، وتوقف بث الفيديو خلال مرحلة الهبوط. وقال معلق سبيس إكس جون إنسبروكر: فقدنا ساعة التوقيت بعد 5 دقائق و49 ثانية من إقلاع الصاروخ. وأضاف: يبدو أننا أمام تجربة مثيرة أخرى لستارشيب 11، وهذا النموذج الرابع الذي تطلقه الشركة إلى الفضاء وحاول العودة إلى الأرض للهبوط عموديا بسلاسة. أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي معاناة أنثى لدب مع أشبالها الصغار أثناء محاولتها تعبير صغارها إلى جانب الطريق الثاني في مدينة كونيتيكت الأمريكية. المشهد لقي إعجابا واسعا حيث توقف سير المركبات لانتظار أنثى الدب وهي تحرص على نقلهم إلى مكان آمن رغم عناد الصغار وإصرارهم على العودة إلى المكان الذي كانوا فيه. إذن إلى تذكير من جديد بأهم وأبرز العناوين. محافظ صلاح الدين يدعو في مؤتمر الطفولة لمنع الاعتبار بعواقب الفكر المتطرف واستهداف عقول الأبرياء. محافظ صلاح الدين يقرر تشكيل المجلس الأعلى للإعمار ويطالب بتسريع إنجاز معاملات المواطنين بمكتب تصديقات الوثائق بتكريت. عملية أمنية واسعة في صلاح الدين لملاحقة بقايا داعش وتأمين حدودها وتنفيذ أوامر القبض بحق المطلوبين. الكاظمي في السعودية لبحث شراكة في الشرق الجديد، وتكامل الأمني والاقتصادي ومفوضية الانتخابات تستعد للمبكرة في تشرين الأول. ختم نشرتنا، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.